هاي كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كاملين مزيانين ومرحبا بلاباس ولاباسين ديالي في فيديو جديده. بطبيعه الحال ما يمكنش ندير فيديو وما نقولش يا ربي يرحم الناس كاملين اللي ماتوا في غزه. اوكي غادي نديروا بوز من هذا الموضوع هذا اللي اصلا حنا غارقين فيه من الصباح حتى الليل، وغادي نحاول نشارك معكم شويه الطاقه الايجابيه اختي اللي حتى انا اصلا محتاجه ليها دابا. اليوم غادي نهضروا على واحد القضيه من كوريا الجنوبيه. كنضحك معاكم، عارفكم الجنيات كتموتوا على كوريا. هي بصراحه راكم كتموتوا على الكوريين، قولوا الحقيقه، شرحوا لي علاش كتموتوا على الكي بوب، علاش كتموتوا على الكي دراما. المهم بلا ما نزيد نطول عليكم، الا كنت ريدي ليتس جو. الا كنتو تفرجتوا في The Glory Season 2 في نتفليكس غادي تعرفوا بان هذيك الدراما كامله مبنيه على قصه حقيقيه هي اللي غادي نعاود لكم اليوم. القضيه الحقيقيه وقعت في 2009. هذا الكيس هادي معروفه بالسميه ديال سوهي، ولكن الانسانه الحقيقيه اللي وقع لها هذا الشيء كامل اللي غادي نعاود لكم ما سميتهاش سوهي. الانسانه الحقيقيه سميتها جونغ دا جوم، وفي هذا الفيديو هذا غادي نعيطوا ليها جونغ. اوكي جونغ تزادت في 1992، وفي 2009 كانت عندها 17 عام، كانت كتقرا في الجريد اولا القسم 11. هما بطبيعه الحال السيستم ديالهم ديال التعليم مختلف تماما علينا، كيقراو في ليسي 3 سنين ومن بعد كيمشيو نيشان للجامعه. المهم باختصار جونغ كانت عندها حياه مثاليه، ما كانوش عندها كاع مشاكل في الدار، كبرات في بيئه متوازنه جدا. 90% ديال الناس كانت ريليت للناس اللي عاشوا في بيئه متوازنه، وانا منهم. والناس اللي كبروا في بيئه جد متوازنه خاصكم تعرفوا بان عندكم الزهر. المهم صفاء راكي جالسه في يوتيوب ماشي عند بسيكولوج. كيف ما قلت لكم جونغ ما كانوش عندها مشاكل عائليه كاع، كانت عايشه حياه لي ستابل، كانت هي البنت الوحيده ديال والديها، فبطبيعه الحال كانوا كيحماقوا عليهم في الشينها، ولكن هذا الشيء ما خلاهاش انها تراجع في الدراسه ديالها. كانت كتقرا مزيان وديما كتجي من الخمسين الاوائل في المدرسه كامله، زائد انها كان عندها حس فني، كانت كترسم وكانت كتوجد باش انها تمشي للجامعه ديال الفن. الحياه قدامها، اي جامعه بغاتها والديها غادي يخلصوها ليها لانهم ما عندهمش مشاكل ماديه. جون كانت جد 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 محترمه، صحابها كيقولوا بانهم ما عمرهم ما سمعوها كتخسر الهضره، تخيلوا. وما كانتش كتبغي تهضر على الناس، كانت حنينه اللي احتاجها كيلقاها، كانت حنينه ومؤدبه لدرجه ان الا شي واحد بغى يتعدى عليها ما كتدافعش على راسها. المهم دابا ملي هضرت لكم باختصار على جون غادي نمشيو لديسمبر ديال 2009. قبل ما نمشيو لديسمبر ديال 2009 تشيرز بدون مشروب الطاقه، لا يمكن بتاتا تحضير الفيديوهات لانني اتعب جدا. ما عندك يكون هاد العجب هذا خصنا نقاطعوه وانا ما في خباريش. شلال والله تعصب، تخيلوا نسيت ما درت الميكرو، غايبان لكم الصوت دابا تبدل، ولكن راه نسيت ما ركبت الميكرو جايز ام سوري. صافي وقيلا خصني نعتزل، اعتزل كنغني الطرب حامضة. صافي 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 كنوعدكم دابا غادي نركز هاد الفيديو اماس وحق الله العظيم ما عنده لا سس لا راس، ولكن صافي دابا غادي نركز وغادي نعاود لكم شنو وقع من بعد ما تعرفنا على جونغ وعاودت لكم باختصار الطفوله ديالها وكيفاش كانت حياتها وكلشي كلشي. قلت لكم غادي نمشيو لديسمبر ديال 2009. في ديسمبر ديال 2009 الجريد ديالها اولا القسم، هو ماشي القسم بحال اللي كتقولوا مثلا السادسات كاملين غادي يمشيو في رحله، مثلا السادسه رقم 1، السادسه رقم 2، السادسه رقم 3، كلهم الاقسام ديال داك الجريد كانوا غادي يمشيو في واحد الرحله المده ديالها يومين. يومين بمعنى جوج ديال النهارات وليله واحده، كلشي كان غادي يطرب الفرحات غادي يمشيو. كيف ما كتعرفوا القرايه في كوريا صعيبه بزاف، عندهم التوقيتات صعاب بزاف، شي مرات كانوا كيبقاو يحفظوا حتى 12. جايز في خباركم واحد الحاجه، عاوتاني غادي نخرج على الموضوع، انا ما كاينش الصراحه، خليوني نعبر على راسي، القناه ديالي خصني ندير فيها اللي بغيت. ولكن بصح واش في خباركم بان اخيب توقيت في البلدان العربيه كاملين؟ فاش غنقول البلدان العربيه عاوتاني شي واحد غيجي يقول لي المغرب ماشي عربي، المغرب عربي امازيغي. يس اوكي، في البلدان كاملين اللي منهم السعوديه، الجزائر، تونس، مصر، لبنان وداكشي كامل، حنا في المغرب عندنا اكفس توقيت ديال القرايه. في خباركم واحد المره كنت دخلت لواحد الباج وكانوا كيهضروا على هذا الشيء، وفاش المغاربه قالوا لهم راه المدارس اللي ما كيديروش التوقيت المستمر كيقراو من 8 12 6، عرفتوا الناس بقاو كيموتوا بالضحك، قالوا زعما كيفاش عندكم هذا المقرر طويل حتى لهذ الدرجه اللي خصكم تقراو النهار كامل؟ الاكثريه فيهم كيخرجوا مع الوحده ديال النهار. قلبوا على هذه المعلومه هذه ولقيتوا بانني غالطه، صلحوا لي المعلومات ديالي لتحت. وما عرفتش الصراحه في اوروبا كامله كيفاش كتخدم القضيه، ولكن انا هنا ساكنه في ايطاليا عارفه بان حتى هنايا ما كاين حتى شي مدرسه كتقرا من 8 12 6، فهنا كتقول واش الخلل فينا ولا فيهم؟ واش حنايا المقرر ديالنا طويل اولا غير كنجبدوا فيه اولا هما ما كيقراوش شي حاجات اللي كنقراهم حنايا؟ ما كنظنش. المهم اللي عنده شي فكره على الموضوع هذا بليز يشرح ليا حيت بصح باغا نفهم. اوكي جونغ كيف ما قلت لكم الدراري كاملين كانوا غادي يطيروا بالفرحه حيت غيمشيو، بالنسبه لهم هاد اليومين هادي غادي يدوزوها مع بعضياتهم بعيد على المدرسه، ما غاديش يقراو، ما غاديش يراجعوا، غادي يرتاحوا. جونغ I'm sorry I can't do that here. والله يعطيك مصيبه خلعتيني نري، واش سمعتوا هاد السيري هادي؟ قفزاتني. قلت لكم الليله اللي قبل جونغ غادي تقول لماما انا ما باغاش بزاف انني نمشي لهاد الرحله هادي، ما حاساش براسي مزيان وهذا وهذا، ولكن ما قالتش لماماها علاج. اصلا جونغ ما كانتش من داك النوع اللي كتهضر بزاف على الاحاسيس ديالها، فواخا غادي تقول لماما هاد الشيء في الاخر غادي تمشي. اذا غادي نمشيو لنهار 18 ديسمبر 2009، النهار اللي غادي تبدا فيه هاد الرحله القصيره. هاد المبنى اللي كتشوفوا قدامكم هو اللي كانوا غادي يبقاو فيه المدرسه ديالهم، وما كانوش غير بوحدهم، كانوا مدارس اخرين حتى هما كانوا دايرين للتلاميذ ديالهم نفس الحاجه، فكانوا كلهم مجموعين
مجتمعين تما، ولكن كل مدرسه كانوا عاطينها ايطاج لان بطبيعه الحال الدراري ما كيعرفوش بعضياتهم وهذا وهذا، فخصهم يتفارقوا. المدرسه ديال جون كانوا في الطابق رقم 12، كانوا مفرقينهم على 5 ولا 6 ديال الجروبات، وكل جروب كانوا عاطينو بيت، ودوك البيوت بطبيعه الحال كانوا كبارين واسعين، يعني كل وحده كان عندها النموذجيه ديالها، كان عندهم الحمام ديالهم الخاص. وجون كانت في الغرفه 1216 مع 4 ديال البنات. هاد الجروبات هادو بطبيعه الحال المعلمين اللي صايبوهم على حساب البنات اللي مصاحبين مع بعضياتهم، وعلى حساب بطبيعه الحال الدراري عاوتاني مصاحبين مع بعضياتهم. والاستاذ كان كيشوف جون دائما مع هادوك 4 ديال البنات، فبما انهم صاحبين حطهم كاملين في الغرفه 1216. هاد البنت اللي كتشوفوا دابا على شاشاتكم سميتها ليم. هاد ليم هادي كانت هي رئيسه العصابه، جاست كيدين، كانت هي القائده ديال ديك المجموعه ديال 5 ديال البنات، واخا ما فهمش اصلا علاش خصهم قائد. المهم الاستاذ كان داير قائد لكل مجموعه. هذاك النهار كان تلج، فنخليكم تخيلوا البرد اللي كان، ومع الوحده ديال الليل شي واحد طاح من الفوق الى طابق رقم 12. هل يمكن لشخص ما انه يطيح من طابق رقم 12 ويعيش؟ لا، من غير الا كانت عنده قوه خارقه. لا، المهم طبيعه الحال الناس غادي يهبطوا، الاساتذه غادي يهبطوا، التلاميذ وكل شيء، ومنين الجريد ديال جونغ غادي يوصلوا لتحت غادي يشوفوا بان هذيك بنت وبانها تلميذه ديال المدرسه. وشكون بالضبط جونغ؟ بطبيعة الحال غيعيطوا على 911. لا، هما ما عندهمش 911، بلاش نقول لكم ان رقم عندهم. عندهم 119 يعني 119 في حالة الطوارئ، ولا بغى شي واحد البومبية اولا كاين الله يحفظ شي حارق، كاين 112 اللي هو 112. وباينة دابا شي هبيلات غيكونوا كيتفرجوا في هذا الفيديو، غيبداو يعيطوا لهاد النماري باش يجاوبوهم الكوريين. جايز راه ما يخدمش لكم، راه جاوكم غير شي سونتر زابيل ديال المغرب. خدام في سونتر زابيل صاحبي. المهم غادي يعيطوا على 112، غادي تجي لومبولونس. تخيلوا ان جون كانت باقا فيها الروح، غادي يطلعوها لومبولونس باش يمشيو للسبيطار، ومع الاسف غادي تموت في لومبولونس. في السبيطار غادي يعيطوا على والديها، بطبيعة الحال والديها غادي يجيهم مصدومين. تخيلوا انهم صيفطوا البنت في رحله ديال يومين، صدقوا غيتسلموها جثة. اكبر سؤال دابا هو شنو وقع؟ فاش والديها غيسولوا هذا السؤال هذا، غادي يقولوا لهم البنت شربت بزاف ديال المناضه الحاره وطاحت من الطابق الثاني عشر. الثاني عشر كاينش قاعد الرقم اصلا، طابق رقم 12. وبما انه صعيب انها تزلق اولا شي حاجه، فشكوا بانها قتلت راسها. الوالدين تصدموا الصدمه ديال حياتهم، حيت جون كانت عايشه حياه عاديه جدا، وما بينت لهم حتى شي ساين ديال الاكتئاب اولا بانها ما باغاش تعيش، ما بينت لهم والو علاش قررت بالضبط انها تقتل راسها في الرحله ديال المدرسه. يعني بزاف ديال الحوايج غراب، وماشي غير حنا بوحدنا اللي جانا هادشي غريب، حتى في السبيطار جاهم هادشي غريب. فغادي يقرروا انهم يديروا اوتوبسي اولا تشريح طبي، ومن مور هاد التشريح الطبي الصدمات غادي يبقاو غاديين وكيزيدوا. فاش جونغ طاحت وطلعوا عليهم بعد هبطوا داكشي، بانت ليهم بانها طايحه على ظهرها، وبما انها طايحه على ظهرها يعني في وجهها ما خص يكون عندها حتى شي كدمات اولا ضرابي اولا اي حاجه. وهنا غادي يوقع اول مشكل، في العين ديالها اليسريه كاينه الزروقيه، وعندها حتى واحد الجراح في فمها. الحاجه الوحيده اللي بصح قالوها المدرسه واكد عليها التشريح الطبي هي ان جون كان عندها 0.07 ديال الكحول في الدم ديالها، والليميت في كوريا هو 0.05. الا شربتي اكثر من 0.05 ما عندكش الحق تسوق. الا حصلوك سايق باكثر من ديك الكميه في الدم ديالك غادي يشدوك، وديك الساعه براسك معاهم انا اصلا ماشي سوقي فيك. جونغ بطبيعه الحال ما كانتش سايقه، فما عندهاش مشكل مع البوليس، ولكن في النظر ديال القانون وديال الطب كتعتبر بانها كانت سكرانه، زائد انها عندها 17 عام اصلا ما خاصهاش تشرب الشراب من الاخر. الطبيب ديال التشريح الطبي غادي ياكد بان دوك الضراب اللي عندها في فمها، زائد ديك الزرقيه اللي عندها في عينيها، ما جاوش من الطيحه. زائد ان منين البوليس غادي يبداو يسولوا صحاب جونغ، غادي يقولوا لهم بان الاساتذه كانوا غالطين، بان دوك 4 ديال البنات اللي كانوا مع جونغ في البيت ماشي صحاباتها. وكفس من هذا الشيء ما كانتش عزيزه عليهم، كنظن بانهم كانوا كيغيروا منها، لان كيف ما قلت لكم حياتها كانت ستابل، كانت زوينه ظريفه، كلشي كيبغيها، كانت غتمشي تقرا في الجامعه الاحلام ديالها. وغتكونوا كتقولوا كيفاش وعلاش جونغ مصاحبه مع هاد البنات؟ اصلا جونغ ما كانوش عندها صحابها في المدرسه، حيت من مور الكلاسز ديالها يعني فاش كتسالي القرايه ما كانش كتبقى تما مع البنات وداك الشيء، كانت كتمشي للاكاديميه ديال الفن باش انها توجد الجامعه. واحد النهار ليم هذيك اللي قلت لكم القائده ديال جروب غادي تجي عند جونغ وغادي تقول لها واش تبغي تكوني معايا صحابات. جونغ كيف ما قلت لكم مسكينه كتحشم، ما كتقدرش تدافع على راسها، ما كتقدرش تقول لا، فغادي تقول ليم اه. وليم من النوع ديال الصحابات اللي غارقه في المشاكل وباغا تغرق الناس كاملين معاها، كانت كتغيب المدرسه وكانت كتبقى تحلف على جونغ، كتقول لها الا ما جيت انايا ما تدخليش انت، وشحال من مره كتعطر جونغ مسكينه ما كتدخلش تقرا، لان كنظن كانت كتخاف منها ولا شي حاجه. وفي داك الجروب ديال 4 ديال الصحابات زائد جونغ كانت حرفيا هي الخادمه ديالهم، كيسخروها سيري جيبي هادي، سيري تسخري هنا، سيري جيبي قهوه، سيري جيبي هادي، سيري جيبي هادي، وشحال من مره كياخذوا ليها شي حوايج ديالها وكياخذوا ليها فلوسها. ومن بعد غادي نعرفوا بان جونغ ما كانتش الوحيده اللي عاشت هادشي مع ليم، كانوا بنات اخرين في المدرسه عاشوا معاها نفس التجربه. فيما تلقاو شي مدبزه في المدرسه هي اللي مخشيه فيها، منين كانت في الابتدائي فيما شي واحد في القسم غادي للمدير يتشكى ليه كانت هي اللي كتنمر عليه، وكان عندها مشكل مع البنات اللي كيكونوا زوينين عليها، وخا الجمال راه اش كيقولوا ليه
في عيوني الذي يشوف ولا ما عرف داكشي كيقولوا ليه. المهم راكم فهمتوا، وماشي كتغير فقط من البنات اللي زوينين في الشكل، كانت كتغير حتى من البنات اللي عندهم باك جراوند حسن منها، يعني اللي عاشوا طفوله حسن، اللي العلاقه ديال والديهم مزيانه، اللي عايشين حياه ستابل ما كانتش كتحملهم. من بعد هادشي كامل اللي غادي يكتشفوه اوف كورس البوليس غادي يقرروا انهم يجيبوا البنات بربعه بهم اللي كانوا في الغرفه 1216 ويسولوهم على شنو وقع داك النهار. ولكن هنا غادي يديروا واحد الغلط كبير، فعاد ما يجيبوا كل وحده بوحدها ويسولوها الاسئله اللي بغاو غادي يجمعوهم كاملين دايرين اجتماع. فاسمعوا مزيان شنو غادي يقولوا. كانوا كيلعبوا شي لعبه بليده في البيت، ما عرفتش كيلعبوا بالكارتات ولا شنو كيلعبوا، ودايرين انها اللي خسرات غادي تشرب كاس ديال الشراب. جونغ بقات كتخسر كتخسر كتخسر، وهادشي كيعني انها كتشرب كتشرب كتشرب. البنت ما فاش بقات كتشرب لدرجه انها تغمى عليها، وفاش كانت تقريبا مغمي عليها يعني دايخه لدرجه انها ما عارفه شنو واقع حداها، اللي ما غادي تهز التليفون ديال جونغ وغادي تقلبو. فاش غتهزو غتقلبو غادي تلقى ان جونغ هي واحد البنت اخرى كيهضروا عليها، فاللي ما غادي تشعل فيها العافيه وغادي تعصب لان جونغ كتهضر في ظهرها. تخيلوا شنو غادي دير، غادي تجر جونغ من شعرها وغادي تخرجها من الغرفه 1216 وغادي ديها للغرفه 1217 اللي كانوا فيها واحد التلميذات اخرين اللي بطبيعه الحال في نفس المدرسه ديالهم. فكيتعارف هذيك البيت الاخرى كانت كبيره فكانوا فيها 6 ديال البنات، ودخلاتها ما عرفتش واش دقات عليهم وحلوا ليها اولا الباب كان محلول. المهم غادي تدخل جونغ لديك البيت، غادي تلوحها فوق الفوتوي وغادي تبقى تقول لها علاش كتهضري في ظهري في الميساجات، راني لقيت الميساجات وهذا وهذا. المهم غادي تواجهها. كيف ما قلت لكم جونغ كانت فاقده الوعي، فاللي معاوتاني غادي تجرها من شعرها غادي ديها للحمام ديال الغرفه ديال دوك البنات يعني 1217، وغادي تبقى تضرب ليها في وجهها باش ان جونغ تفيق. من بعد على حساب الاقوال ديالهم ليم غادي ترجع جونغ للغرفه ديالهم يعني 1216، حسب الاقوال ديال ليم زائد ثلاثه البنات اللي كانوا مع جونغ قالوا بانهم صافي خلوها فرحتها ما داروا ليها والو، وشويه بشويه بدات كتفيق وقالت بانها كتحس براسها حزينه وخاصها تشم شويه ديال الهواء. فغادي تخرج لهذيك الباحه باحه الاستراحه، غادي تخرج للفناء، عصرت مخي باللغه العربيه جبت لكم كاع الكلمات، ودايره بحال بالكون كبير يعني كتقدر تطل فيها على برا. فعلا جونغ خرجات والبنات بقاو في البيت حتى غادي يسمعوا واحد الغوطه، ومن بعد فاش غادي يخرجوا غادي يشوفوا داكشي اللي شافوه الناس كاملين ملي خرجوا، يعني جونغ مليوحه على ظهرها وكتنفس الانفاس ديالها الاخيره. مع الاسف داك المبنى كامل اللي كانوا فيه ما فيهش كاميرات ديال المراقبه، تخيلوا شحال من مدرسه ديال التلاميذ ديالها تما المبنى اللي ما فيه حتى شي كاميرات المراقبه، يعني اللي بغى يدير شي حاجه يديرها. فبما انهم ما كاينينش الكاميرات البوليس غادي يمشيو فقط على الهضره ديال الشهود. واحد الحاجه مهمه غادي نجيكم سكيبيتها ولكن ما سكيبيتهاش انا نقولها لكم دابا، هي الميساج اللي دار ما بين جونغ وديك صاحبتها الاخرى وعصب ليم. فداك الميساج جونغ كانت كتقول لصاحبتها بانها عيات من التحكم اللي كتحكم فيها ليم، وقالت بان سخرتها تجيب الشراب وهي ما كانتش باغا تمشي برا وتشري الشراب، اولا لان عندها 17 عام، وثانيا لان ليم ما كانتش كتعطيها الفلوس كانت كتسخرها، وجونغ خاصها تخلص من فلوسها. وجونغ داك النهار كانت معصبه ومستريسي لانها اصلا ما عارفاش منين تجيب الكول، وفاش سولت ليم منين غتجيبها قالت لها دبري راسك المهم رجعي وانت جايباها. والميساجات فيهم هذا الشيء فقط، ما عايراتها ما خسرت عليها الهضره ما قالت لها حتى شي حاجه، قالت فقط بان ما عجبهاش الحال داكشي اللي دارت. وحتى ديك اللعبه اللي كانوا كيلعبوا واللي خسر كيشرب كنظن بانها كان جزء من البلان اولا الخطه ديالهم، كانوا باغين بالعاني يسكروا جونغ لانهم تاهما كانوا شاربين، ولكن هي الوحيده في الجروب اللي كانت شاربه داك الشراب كامل. وانا تقريبا متاكده بان الهدف من هذا الشيء كامل كان هو ان ليم تمشي للتليفون ديال جونغ على امل انها تلقى شي حاجه ضدها باش تبقى شادها عليها وتنتقم منها وتردها خدامه اكثر من اللي اصلا كانت. البوليس غادي يسولوا دوك البنات الاخرين اللي كانوا في الغرفه 1217 علاش ما تدخلتوش، فغادي يقولوا لهم بانهم ما شافوا حتى شي حاجه عنيفه لدرجه انهم خاصهم يتدخلوا، لان على حسب ما كيقولوا ما شافوها لا سرفقاتها لا عطاتها بونيه ولا حتى شي حاجه، وداك الجران ديال الشعر عادي. ولكن بلاتي وبما انها ما ضرباتها ما عطاتها بونيه ما والو في الغرفه 1217، وجونغ كان عندها الكدمات في وجهها يعني شي حاجه اخرى وقعات في الغرفه 1216 فاش رجعتها ليها. على حسب الاقوال ديال البنات اللي كانوا في الغرفه الاخرى اللي هي 1217 عاوتاني قالوا بان فاش ليم دخلت جونغ للحمام بدات كتحاول تفيق فيها ومن بعد رجعتها للغرفه ديالهم 1216، بقات تما واحد المده من بعد غادي ترجع بوحدها للغرفه 1217، ومن بعد ليم غادي يبداو يجيو البنات وحده بوحده. جات ليم، من بعد جات البنت الثانيه، من بعد جات البنت الثالثه، ومن بعد غادي تجي البنت الرابعه كتجري وكتقول لهم او ماي جاد او ماي جاد جونغ راه طاحت لتحت. قبيله قالوا سمعوا غوتة عاد خرجوا باش يشوفوا، ودابا كيقولوا بان البنت الرابعه هي اللي حقا محقا جات وقالت لهم راه جونغ طاحت. ولكن البنت الرابعه كيفاش اصلا شافتها؟ وهما على حسب الاقوال ديالهم اللي قالوا للبوليس في الاول جونغ خرجت تشم الهواء وهما بقاو في البيت. بزاف ديال الحوايج ما راكبينش على بعضياتهم، عندنا بزاف ديال الاسئله، ولكن اكبر سؤال شنو وقع في الغرفه 1216 من بعد ما ليم رجعت ليها جونغ؟ شي دراري وحدين اخرين اللي كيقراو معاهم في القسم غادي يقولوا بان منين جونغ طاحت ومن بعد كل شيء هبط باش يشوفها حقا محقا هضرات. وهضرات شنو قالت؟ قالت بانها ما بقاتش قادره تكمل بحال هكا وبانها متاسفه لماماها، ولكن الاطباء
الاطباء كيقولوا بان مستحيل شي واحد يطيح من الطبق رقم 12 وتكون عنده القدره انه يهدر. غادي يدوزوا شي اسابيع وغادي يمشيو 2010. هنا البنات اللي كانوا مع جونغ في البيت غادي يبدلوا القصه ديالهم. قالك حقا ما حقا هذيك المدابزه كامله اللي عاودوا لنا في الاول ما وقعاتش. قالوا بان فاش جونغ شربات بزاف وفقدت الوعي اللي كانت غير كتحاول تفيقها فبدات كتجبد ليها شعرها. اول مره كنشوف شي واحد كينتف شي واحد باش يفيق. فكيف ما قلت لكم بما ان ما كاين حتى شي كاميرات والبوليس مبازين البحث ديال هذا الكيس كامله غير على الاقوال ديال الناس فما غادي يقدروا يتهموا حتى شي واحد لان ما كاينش دلائل. وشنو غادي يديروا؟ غادي يعتبروا بان جونغ قتل راسها ولكن غادي يحكموا على الليم بالتعدي لان بطبيعه الحال دوك الكدمات اللي في وجهها وداكشي اللي قالوا البنات في الغرفه 1217 كياكد على ان الليم تعدى جسديا لجونغ. ولان الليم كانت عندها 17 عام وكتعتبر باقة قصير وحقها محقاد المدابزات كيقدروا يوقعوا في مدرسه وهادي وهادي غادي يحكموا عليها فقط بدوك الخدمات ديال المجتمع. يعني كل مره كيصيفطوها تخدم في شي بلاصه باش تعاون المجتمع ولكن العمر ديالها غادي يشفع عليها باش انها ما تدخلش للحبس. والقضيه ديال جونغ غادي تسد هنا حتى 2023 منين نتفليكس غادي يخرجوا ذا جلوري. في ذا جلوري القصه ديال جونغ اللي غتكون سميتها سوهي ما غاديش تكون عندها نفس النهايه. القصه في نتفليكس غادي تكون محلوله والليم اللي ما غتكونش سميتها ليم بطبيعه الحال غادي تدخل الحبس في الاخر. واخا غادي يكونوا بزاف ديال الحوايج اللي مبدلين في المسلسل بحال انهم غادي يكونوا في واحد البنايه مهجوره وهادي وهادي ولكن هذيك المتنمره والمتهمه غادي تدخل الحبس. فوالدين جونغ غادي يقولوا هذه الفرصه ديالنا باش اننا نعاودوا نحيوا القضيه ديال بنتنا 14 عام من مور الموت ديالها. غادي يكون واحد الوثائقي مع كوغوشير غوستا ما عرفتش قلتها صحيحه اللي غادي يستضيفوا فيه البنات ديال الغرفه 1217 يعني ماشي اللي كانت فيها جونغ البيت الاخرى اللي كانوا فيها دوك السته ديال البنات. وغادي يقولوا شي حويجات اللي ما كانوش قالوهم قبل. قالوا بان فاش اللي ملاحت جونغ فوق الفوتوي بدات كتقول ليها شنو غادي ندير لك دابا شنو غادي ندير لك على هاد المساجات وجونغ بدات كتقول ليها اسمحي لي شنو بغيتيني ندير. فاللي ما غادي تقول ليها بغيتك تموتي وقالت ليها ما عمرك في حياتك ما تعاودي تجي تهضري معايا في المدرسه. يعني اللي كانت غتفرقع بالاعصاب. اصلا التصرف ديال هاد الليم هادي ماشي عادي كنظن بان شي حاجه كانت واقع لها في حياتها العائليه شي مشاكل هما اللي كانوا كيخليوها ترتق على صحابها في المدرسه بحال هكا. وعقلت وقلت لكم في ديك البنايه اللي كانوا جالسين فيها كانوا مدارس اخرين. في الطابق 8 كان واحد الولد من مدرسه اخرى اللي كان فايق ديك الساعه مع الوحده من وقع داك الشيء لانه كان كيلعب الالعاب وقال بانه في ذاك الوقت سمع الموت ديال الضحك في الطابق 12. باش غيعرفوا في الطابق 12 لانه هو كان في الطابق 8 و29 ما كان فيهم حتى شي واحد والبنات كانوا في الطابق 12 يعني الا كان كيسمع الصوت الفوق فراه باينه من الطابق 12. قال بانه سمع الصوت ديال عده بنات يعني غيكونوا 4 ولا 5 ديال البنات وماشي كيضحكوا شويه كيموتوا بالضحك يعني شي حاجه اللي جات لهم فوغيغ. غادي يطلب باش يتاكدوا فعلا غادي يسمع الموت ديال الضحك ومن بعد غادي يرجع لبيته. و10 دقائق من بعد داك الضحك كامل غادي يسمع الزدحه لتحت وهاد الزدحه هذه هي فاش جونغ طاحت. ولان كان الثلج غادي يلقى واحد الفوت برينت عفطه ديال الصباط في الحافه ديال داك التراس اللي كان في الطابق رقم 12. المشكله انهم ما قدروش يعرفوا واش الصباط كان عاطي باللور اولا عاطي للقدام. والغريب في الامر هي انها تلاحت على ظهرها. واش فاش كانت هابطه طاحت اولا طاحت بحال هكا اصلا تلاحت على ظهرها؟ ولكن واخا هكا غيديروا بزاف ديال المحاولات وغادي يتبازاو على هذيك العفطه اللي لقاو في الثلج والتصاور اللي صوروها وداك الشيء. فغادي يجيبوا واحد المونيكا بحال جونغ وغادي يبداو يحاولوا يشوفوا كيفاش قدرات انها تلاح واش اصلا تلاحت. وقالوا بان 90% اللي وقع هو ان جونغ عفطات على الحافه ومن بعد تلقات يديها وهبطات. ولكن بطبيعه الحال ما حيدوش الامكانيه ديال ان جونغ كانت واقفه تما وشي واحد دفعها. والا كان شي واحد بصح دفعها فما غاديش يكون شي واحد غادي تكون ليم. ما نساوش بان جونغ كانت سكرانه ذاك النهار فمن الممكن ان ليم تكون قالت ليها شوفي الا بغيتي نسمح ليك سالي وقفي فوق الحافه وتكون مثلا جونغ حيت كانت سكرانه طاحت اولا تكون بكل بساطه قالت لها وقفي فوق الحافه ومن بعد دفعاتها. ولا تقدر تكون بقات كتمانيبوليها وكتعايرها حتى مسكينه جونغ صافي وصلت للحد ديالها وقررت انها تنهي حياتها هذاك النهار. حيت من بعد غادي يلقاو بزاف ديال الاوديوات اللي مصيفطاهم ليم لجونغ وكتقول ليها انت من النوع اللي يقدر يقتل راسو بحال كتقنعها بالفكره. وشحال من مره كتبقى تهددها كتبقى تقول ليها ما نبقاش مصاحبه معاك ما تعاوديش تهضري معايا في المدرسه انت تقدري تادي راسك وهادي وهادي. وغادي نكتشفوا حتى بان الاساتذه عندهم واحد الدور كبير في هادشي اللي وقع لجونغ لانها مشات عند الاستاذ ديالها وقالت ليه عافاك بدل لي الغرفه ما بغيتش نجلس مع هادوك البنات. فالاستاذ شنو غادي يدير؟ غادي يخلي حتى البنات كاملين يكونوا مجموعين وغادي يقول لهم شكون يبغي يبدل البيت مع جونغ قدام ليم وقدام البنات الاخرين اللي كانوا معاها اصلا في الغرفه. وحتى شي واحد ما غادي يهز يديه باش يتبدل معاها لان ليم كانت مكروهه وكلشي ما كيحملهاش. وكنظن بان ليم ما رضاتش لان حتى شي واحد ما بغى يجي معاها في البيت وتعصبات على جونغ حيت حطاتها في داك الموقف وبغات تنتقم من هذاك النهار باي طريقه. وغادي نكتشفوا بان الاساتذه هذاك النهار كانوا كيشربوا مع التلامذ. تخيلوا وما نساوش بان التلامذ كلهم قاصرين فكانوا وصاو التلامذ انهم ما يقولوا والو ما يقولوش بان الاساتذه كانوا كيشربوا معاهم وما يقولوش بان جونغ جات عند الاستاذ باش يبدل ليها البيت. وفعلا ما قالوا والو حتى من مر سنين وسنين. غادي تكونوا كتقولوا علاش داك الوثائقي تلاقاو مع البنات اللي كانوا في الغرفه 1217 ولكن البنات
البنات المهمين اللي كانوا في الغرفه 1216 ما تلاقاوش معاهم، قلبوا عليهم. تخيلوا ان جوج منهم بدلوا السميات، بدلوا السميات والكنيات ديالهم. اه وكنظن بان اللي واحده من دوك اللي بدلوا السميات وحده اخرى كانت مجوجه وحده اخرى كانت عندها ولد. المهم مكملين حياتهم بحال ما وقع والو، حتى شي وحده فيهم ما بغات تهضر مع داك الوثائقي. هاد القضيه هادي ديال جون كتعتبر انسولفد، يعني ما عندهاش الحل، ولكن هي بصراحه راه عندها الحل والحل باين. والمشكل كان من الاساتذه اللي ما قالوش الحقيقه والبوليس اللي ما داروش خدمتهم كيف ما هي وجمعوا البنات كاملين. فاف داك البيرو ديال البوليس بداو كيقادوا القصه ديالهم بشويه بشويه، اصلا يكونوا كانوا اتفقوا عليها قبل، ولكن كون سولوا كل وحده بوحدها وداروا عليهم الضغط كانوا ضروري غادي يعترفوا ويقولوا شنو وقع. والدين جون متاكدين 1000% بان ليم هي اللي قتلت بنتهم، يا اما دفعتها بصح يا اما كيف ما قلت لكم بقات كتشجعها لانها تقتل راسها. البوليس كيقولوا بان الا جا واحد جديد هدر او الا جابوا شي دلائل جداد انهم مستعدين يعاودوا يحلوا هذه القضيه. والوالدين كيقلبوا لكن لحد الان مازال ما لقاو والو، وكيتمنوا ان شي واحد ضميره يتحرك غير شويه ويجي يهضر معاهم، ولا حتى يجي غير انونيم ما يقول شكون ولكن يقول لهم شنو وقع. من الممكن ان هذا الشيء وقع ودوك البنات ما يكونوش بقاو صحابات، كنظن انهم ما يكونوش بقاو صحابات، وشي وحده فيهم الضمير ديالها يفيق ودير شي حاجه، لانهم هما الوحيدين اللي يقدروا يرجعوا هذه القضيه هذه محلوله حبر على ورق. اما حنا راه فاهمين شنو وقع. انا عارفه بان بزاف ديال الناس ما كيعجبوهمش القضايا اللي عندهم هاد النهايات، ولكن راه القضايا كامل اللي كندير اللي كيكونوا انسولفد كيكونوا تقريبا باينين وعندنا شي واحد اللي شاكين فيه 95%. ما عمري ما كندير شي قضيه اللي مفتوحه ما عندنا حتى شي واحد شاكين فيه وما عندنا حتى شي قاتل وما كاين حتى شي متهم لا والو. انا شخصيا كيعجبوني بزاف بزاف هاد القضايا هادو، لان كيخليونا نفكروا، كيخليونا نخدموا شويه مخنا، وكيخليوني انا نشوف كل واحد كيفاش فهم القضيه ونقرا التعاليق ديالكم اللي كيعجبوني بزاف بزاف. فبحال اليوم هاد القضيه هادي حنا عارفين ومتاكدين 1000% بان ليم عندها علاقه مع الموت ديال جون. اللي خاصكم ديروا دابا نتوما هو تقولوا لي شنو بان لكم العلاقه اللي عندها مع المود ديالها، واش غتكون دفعاتها اولا غتكون بقات كتحداها توقف تما في الحافه وجون حيت كانت سكرانه طاحت، اولا غادي تبقى تقول لها انت خصك تقتلي راسك، خصك ديري هذه، خصك ديري هذه، وبقات كتحت عليها حتى دمرتها نفسيا وجون مسكينه مشات وتلاحت. فكروا مزيان وقولوا لي شنو الفيرسيون ديالكم نتوما، وانا غادي نقرا كلشي ونجاوبكم بحال ديما. وشكرا بزاف 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 للناس اللي في كل فيديو كيخليو لي التعليق وفي كل فيديو كيديروا ليه لايك بسببكم، باش انا بقى في يوتيوب وخا كل شهر كنقول هذا هو الخير وكنعاود نرجع. ولكن بغيت غير نقول لكم بانكم نتوما مهمين بزاف في حياتي، نتوما جزء كبير كبير من حياتي، وبلي انا ما كنعتبركمش ارقام، كنعتبركم اشخاص. داكشي اش كيعجبني بزاف نقرا التعاليق ديالكم ونهضر معاكم ونلايكيكم. فهادشي اللي بغيت نقول لكم، شكرا بزاف، شكرا حيت فهاد الشيء كامل اللي كنعيشو خايب نتوما كتكونوا اليد اللي كتمد ليا وكتخرجني من الاكتئاب. فعلى هادشي هذا انا ممتنه لكم بزاف بزاف وعارفه قيمتكم. وصافي غادي تجيني البكيه، الله يخليكم ليا. نتلاقى معاكم في الفيديو الجايه. Bye-bye.